Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vidéo. Aujourd'hui, on va voir un exercice important pour les élèves du tronc commun sciences BIOF pour la leçon du produit scalaire. Donc, on va voir l'exercice ADA. Bien sûr, on va faire la correction avec l'explication. On commence. On considère dans le plan les deux vecteurs, vecteur U et le vecteur V, tels que alpha égal à vecteur U et vecteur V. Yani had alpha hadi raha zawiya كتساوي لنا الزاويه اللي ما بين فيكتور U و فيكتور V. بلاصه نكتبو هادي غنكتبو غير الفا. قالوا لنا ديتيرميني الفا دون شاكان دي كاس سويفون تيل كو. هنا راه تكتب تيل كو الفا محصوره ما بين 0 و بي. مازين اذا الفا بحال غنقولو غتكون غير موجبه ما غتكونش سالبه. قالوا لنا في هاد لي دو كا عندنا بالنسبه للحاله الاولى لا نورم ديال فيكتور في فيكتور U كتساوي لنا 2 غاسلين 3. لا نورم ديال فيكتور V كتساوي لنا 6 اي U سكالير V ايغالا 18. بوغ لا دوزيام كا لا نورم ديال U ايغالا غاسلين 3 موانز 1. لا نورم ديال V ايغالا غاسلين 3 بلوس 1 اي U سكالير V كتساوي لنا ناقص 1. اذا اون كومونس باغ لا كوريكسيون بوغ لا بروميير كا. اذا حنا دائما في السؤال علاش نقلبو تنقلبو على الفا، تنقلبو على الفا اللي هي الزاويه اللي ما بين فيكتور يو فيكتور في. اذا باش نجبد انايا الفا شنو غنقول؟ حنا تنعرفو باللي يو سكالير في كتساوي لا نورم كتساوي لا نورم ديال يو fois la norme ديال V fois le cos ديال الزاوية U vecteur U vecteur V. إذا هنايا الكوس ديال فيكتور U V غادي نعوضوها بكوس ديال ألفا حيت قلنا هنايا ألفا شحال كتساوي. إذا هنايا كتساوي لا نورم ديال U fois la norme ديال V fois le cos ديال الفا. بيان سور هادشي شكون اللي كتساويه؟ كتساويه U سكالير V. مزيان. اذا حنا علاش نقلبو؟ تنقلبو على هادي، تنقلبو حنا غير على الفا، ولكن قبل غادي نقلبو على كوس الفا باش نجبدو الفا. اذا غنكتبو هنايا الوغ دو بوان كوس ديال الفا شحال شنو غيكون كيساوي؟ هنايا بحال تنحلو ايكواسيون. اذا الكوس ديال الفا غيساوي هذا على هذا، اذا غيساوي U فيكتور V سور لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V. اذا عطينا U سكالير V ها هي كتساوي 18. اذا 18 سور لا نورم ديال U عطينا 2 راسين 3 فوا لا نورم ديال V اللي عطينا لا فالور ديالها هي راسين انا سي 6 خدامين على البروميير كا 6. اذا هذا الشيء كيساوي لينا 18 على 12 راسين 3 اللي كتساوي غاسين 3 سور 2. اذا غاسين 3 سور 2 راه يلاه الكوس ديال الفا. اذا الوغ نكتبو دونك الكوس ديال الفا كيساوي راسين 3 سور 2. شنو ممكن نقولو دابا؟ بحال غادي نديرو ريزودغ ايكواسيون اللي هي تريغونوميتريك، داكشي ديال تريغونوميتري. اذا هنا شنو غنكتبو؟ غنكتبو الكوس ديال الفا. كوس ديال الفا شنو غتكون كتساوي لينا؟ غتكون كتساوي لينا الكوس، هنا الا بغينا نعرفو هادي الكوس ديالها غنديروها بلا كالكولاتريس، غنديرو شيفت كوس غاسين 3 سور 2 غاسين 3 سور 2.
Voilà, c'est P sur 6. Donc, c'est cos d'L P sur 6. مزيان اذا الا بغينا نحسبو الفا الفا غادي تساوي لينا p sur 6 plus 2kp او الفا غادي تساوي لينا moins p sur 6 plus 2kp et puisque عطينا واحد المعلومة في الدوني ها هي عطينا بلي الفا راه محصورة ما بين 0 بي اي بويسك الفا انكادري بار 0 اي بي اذا غادي تكون بوزيتيف ما غتكونش نيجاتيف الوغ شنو الوغ الفا باردون الفا égale à P sur 6. Et voilà, on a le premier cas. On passe maintenant au deuxième cas. Qui est ici. On a l'angle, ou bien on a alpha. Fait le cas ici. Il y a une autre façon de faire. On va utiliser les chiffres. Mais il y a une autre façon. Donc, pour le deuxième cas, شنو عندنا حنا شنو عارفين عارفين بلي U سكالير V إذن U سكالير V شنو كتساوي U سكالير V كتساوي لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V فوا الكوس ديال لونغل ديال فيكتور U أو V, vecteur V. Voilà. Et donc, on a la norme U, c'est ce qui est là. Bien sûr, on a la valeur de l'A. Fois la norme de V, bien sûr, on a la valeur de l'A. C'est-à-dire, on a la alpha. Fois le cos de l'alpha. Et bien sûr, si ça veut U scalaire V. Voilà. هنا ليش نقلبو تنقلبو على الفا بغيت قبل ما نجبدو الفا غنجبدو كوس ديال الفا اذا غنكتبو هنايا الوغ كوس ديال الفا كيساوي شنو غيكون كيساوي لينا في الوضع اذا راه غيساوي لينا U سكالير V سور لا نورم ديال U V لا نورم بحال بحال اللي بدينا بها فوا لا نورم ديال U شنو كتساوي إذن U سكالير V في دوزيام كا فوالا حنا نشوف الدوزيام كا هي هادي U سكالير V سي موانزا إذن غنكتبو موانزا سور لا نورم ديال V عاطينا هي Voilà la norme de V a donné racine 3 plus 1. Et donc, on va retrouver racine 3 plus 1. Et ce qui est dans la norme de U, qui a donné racine 3 moins 1. Racine 3 moins 1. Et donc, on va voir ce qui est dans la norme de V. On a une identité remarquable. Numéro 3. Et donc, on a une moins 1 sur هذه غتولي 3 او كاري moins 1 اللي هي 3 moins 1 اللي هي 2 اذا غتولي عندنا moins 1 sur 2 اذا غنكتبو هنايا alors شنو alors الكوس ديال الفا غادي يساوي لينا moins 1 sur 2 voilà donc حسبنا حنا دابا يلاه حسبنا الكوس ديال الفا حنا شنو بغينا الفا اذا هنا شنو غنقولوا غنقولوا الكوس ديال الفا غادي يساوي لينا الكوس هادي غنحسبوها بلا كالكولاتريس غنديروا شيفت هي هادي تنماركو على الشيفت تنديروا الكوس تنديروا الرقم اللي عطينا اللي هو ناقص 1 على 2
الى جوج تنسدو القوس وعندنا عطاتنا 2 بي سور 3 مزيان عطاتنا 2 بي سور 3 اذا القوس ديال الفا كيساوي لنا القوس ديال 2 بي سور 3 اذا هنا غنقولوا باللي الفا كتساوي 2 بي يكونوا جوج ديال الاختيارات يا 2 بي sur 3 plus 2 kp ou moins alpha alpha qui est moins 2 p sur 3 plus 2 kp et puisque عطيناهم واحد المعلومه في لي دوني et puisque alpha محصوره ما بين 0 و p donc يعني اخيرا الفا غادي تساوي لينا 2 بي سور 3 اي فوالا اون تيرميني سي اكزرسيس نتلاقاو فيديو جديد تمني جديد السلام عليكم